طيبة الرحمة هنا ربيع النور يحلى بها رمضان. ارم ارم حرك لنا. يلا ارمي. سلام. شو تجيبها؟ والله يسمى بواحد أهم شيء. هشام هشام ايش قلت لي أمس؟ السلام عليك. لا تطيح. شوف شوف شوف. وين؟ خذ. يا اخي من اول كذا. يا خواف. يا خواف. يا ذروق. سهلة جات. روح روح روح. هوب. سلام. اوه. يا اخي الله يسامحك يا بدوش. لا ما كانت هذه عصا ذي. لا لا من بعيد تشوفها من كسره. ها بديك 50,000. يا اخي خلاص عصا. هذا عصا الحسنان. ابعد 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 ابعد. خبل. ايش فيك انت؟ ها؟ لا لا ما في شيء. لا لا والله زين. جمعان جمعان كسر. حسنان جمعان كسر. ليش تكسره؟ مو بلا. ليش جمعان؟ مو بلا. ها مين؟ حالتك حالت الحصات. انكسرت بس ما انكسرت يعني. ها. يعني تقعد تقعد. لا 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 أسامة. يا رجال وسع صدرك. ولك يا جمعان اجلس يا مدوش. جمعان اجلس. مين؟ انا؟ انا ما غيرت احجاري وفل الاحجار انا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. انا هذا وقتك. واذل الشرك والمشركين. راح ارمي ارمي. جمال عندك وانا اسكب الماي. يا اخي كشفت علي وانا عندي نقص عشان البس نظارات. مفروض انك تلبس يعني؟ مفروض البس نظارات بس اني ما اعطيها مفصل. بس شكلك تعبان. انا من الكشافات وبيني وبينك عندي ضغط من السهر. يعني اذا ما رقدت في الليل لو ارقد النهار كله ما ارتاح. تعال اجلس يا ابو حمدي. باين ما شاء الله من اللخلخه اليوم في النهار. ما ارقد ايش اسوي؟ الله الله يعينكم ييسر لكم هذا السهرة. اقسم بالله بعطيك معلومه. انت هذا يوخر التوكل. اعطني حبه ترى والله يعيننا فيها. والله ها خذها كيفك. والله ما عاد معك. والله ما اكلها. كل ما شاء الله تكفى ما شاء الله. بس قد راحت النيه. ثاني واحده تاكلها. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هاي ابو يوسف. والله يا رجال ان يومين يومين شغالين. طبعا الفكره جت متاخر وكذا. امس ما طلعنا هواء بعد الفجر. اشتغلنا الى 8:30 الصباح. اقسم بالله يا رجال. ابو ريان وينه؟ يدك بارده ثقيله. فوق طيان. نعم ثقيله خلاص ما عاد تقدر. لكن هم ابو ريان فوق طيان. اللهم لك الحمد. كم مره عدتوا؟ كم مره؟ انتم والله تتعبون. الله يسرك. كم مره عدتوا؟ كثير 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 كثير. برافات. والله كثير. كم دقيقه هي كلها؟ نص ساعه. جمعان عجبتنا يا اخي. هذه يوسف اللي بعد الفجر. خايف من ابراهيم؟ انا بيني بينك يعني
اللي ما في بطن ريح ما يخاف. انت قصدك اللي على راسه بطحه يحسس عليها، انت ما على راسك بطحه تقريبا ان شاء الله. اوكي هذا هو هذا المثل. اول يوم نزل اذان العشر 8:30 ولا اذان 9 وشويه. لا 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 شف من خاف سلم يعني. انت يا ابو يوسف ما عليك خوف باذن الله، انت بسم الله عليك رجالكم هم معروفين. اسماء معروفه شبه معروف. زيدك نقول كذا محدد 6 نقول هذول بيطلعون برايم. نتفاجأ في وقت البرايم ما يطلعون الست هذول. صح صح فيه مو رسم خفي وكذا. احيانا في امور خفيه غير كذا بزيد رصيدك اشياء شخصيه. يعني هو تلاقيه ضبط وضعه في يوم وليله. اما هنا انتم مجموعه اصلا. لا بس في البرايم شخصي مو مجموعه. اي بس انتم تلاحظون يا اخي. انتم الحين الست مثلا مين اللي مين ما تشوفوه معاكم او مقصر او ما لا لا.